كبيدات غنجمع الحوايج كما قلت لكم. اليوم هو اخر نهار ولكن غدا عندنا نهار كامل حتى 12 الليل عشان نتحركوا، ولكن كنت نفك عليا علاش غدا باش نبقى مرتاحه. بغيت نخرج ناخذ شي ميعنات نجيب دويره نلقى راسي مرتاحه، ما كنحملش انا نجمع الحوايج في اخر لحظه. تيقول بيا علاش جمعناهم؟ عرفتي خواتي شفتي تهضروا مع الباب، قال لي ما تقولش انا اسي، قال لي واش درت كلشي، قال لي قالت لي داك الحوايج كامل جبداتهم، قال لك كلهم جبداتهم، قال لهم يا راه ما عندهاش مع جمعتها اخر لحظه مشات من فقوس عرفتي تفقست. علاش؟ لاني خلطت الحوايج اخر لحظه البنات، هما تمشوا عائلته تبارك الله كبيره، تجلسي مع هذا وتجلسي مع الاخر وهذاك يعني ما يمكنش. ما جاتش فهمتي هما جالسين جايين على قبلك وانت تدي تجمعي في الحوايج، فداك الشيء علاش؟ ايوا الكبيدات سبحان الله، الى شهر وحنا خارجين من الدار، جوج سيمانات في كردستان، جوج سيمانات في تركيا، ولكن سبحان الله وتقولي عام عشي حسيت بها طويلة. وخا الوقت دغيا كيطير يعني ما بين السفر ديال تركيا ديال كردستان جاني داز، وخا يعني حسيتو طويل ولكن جاني دغيا داز، يعني استمتعنا وخا هكاك يعني وخا مدة قصيرة لهنا ولا له كي استمتعنا. بالنسبة للبنات اللي قالوا لي اسيا زعما علاش ما جلستوش بزاف تما، هاد التفاصيل وهادشي حتى نجلس في بريطانيا ونكون اليز كونسونطري ونهضر معكم مزيان في التفاصيل، علاش ما جلسناش تما بزاف، علاش شركناها مع تركيا، جميع التفاصيل. المهم انا جمعت الباليزه الطريقه البنات عمليه ديال التلوه. بنات النظام شحال زوين عرفتي شحال كيبقى لك ديال البلاصه، شوفوا هانتوما هنايا الحوايج هنا لويتهم ياك، شو هنا البنات تستغل البلاصه هانتوما باقي لي هاد الفجوه هادي هي غنعمرها دقه تنكمل هادشي صافي. هنايا الحوايج عاوتاني جبتهم من البلاكر ردمتهم هنا غنقادهم مزيان تشوفوا. عرفتي هاد الطريقه ديال التلويه احسن طريقه كطوي وداكشي، والله ما كيبقى لك البلاصه بحال هاد الطريقه هادي. دابا حنايا باقي ليا الحق انني ناخذ ساك اخر، ناخذ جوج سيكان انا غير على الهزان، شكون اللي غيهز حيت عندنا جوج سيكان ديال الظهر. دابا هو يقدر يهز ساك، دابا الحمد لله ولا حسن نتمنوا خير. اما انا قلت لكم ما كرهتش باليزه ديال المعن، راه شي المعن كيديرين كيحمقوا لا تما ولا انا تماك، واخا هكاك ما بغيتش ندوز لواحد البلاصه عندهم ساق خاص ديال المعن عرفتي فن داكشي. قلت لي الا مشيت ليه راه صافي بالزمن كبغي تشري باليزه نخلي لهم. عرفتوا البنات اللقطه اللي تعجبني هي ملي تجمعي الباليزه باش تكوني غاده مسافره، ملي تكوني راجعه تقولي لي واش عجبك الحياه ترجعي. لا عندنا الجو الصراحه بالاخص دابا غيبدا مزيان، ولكن راس العام خاد العام راه نواور راس العام واحد جوج كيكون الملل، ثلاثة شويه أربعة خمسة تيبقى غادا قد يكون مزيان، خمسة ستة سبعة ثمانية تيكون الجو زوين في بريطانيا من واحد الناحية. أما كما قلت لكم يعني زوين أنك زوين أنك إلا مثلا غادا دوزيه برات بريطانيا زوين، أما زعما ما نكذبش عليكم كاين الناس تيقولوا لي اسيا زعما علاش ما علاش ما تعيشيش في المغرب، علاش ما تعيشيش في بلاد باختيار. هي بحال هكا في هاد اللاج هذا الانسان مزيان تيخدم تيدمر تيتحرك باختيار، هو عنده خدمته تما يعني انسان حياته الوليدات، ما تتبعيش غير هو نفسك، راه الدراري مستقبلهم المدارس تما يعني الناس راه تيخلصوا زباله الفلوس باش يجيو بريطانيا يقراو، علاش انا نحرم الدراري غير على هو نفسي لانني راشقه ليا؟ لا خلي الدراري يعيشوا حياتهم، نهار اللي ان شاء الله الانسان يوصل لواحد اللاج معين ديك الساعه تيبقى عنده لو شوا فين غيعيش، تيكون وصل الرساله وادى الامانه قرا الوليدات ووصلهم لواحد المرتبه، ديك الساعه تيبقى هو حر تيكون جوج ولادو وقراهم وهذا، ديك الساعه باش تيولي عنده اختيار. اما دابا الدراري اللي تيحكموا عليك فين غتعيش، يعني راه شحال من واحد تيضحي بنفسه على قبل ولادو، لانه راحه الولاد هي كلشي. من الواحد اللي تبع هو نفسه في الاخر كوني على يقين انسان غيندم غيأنب ضميره مستقبلا. ايوا هذا هو اللي كاين البنات الحمد لله، والله الا فرحت هاد العطله هادي بزاف. باش قالوا لي اسيا صراحه لاحظنا انه منين كتسافري مثلا المغرب تيعجبنا الجو ديالك، ولكن عفاش دابا حسينا بك ارتاحيتي فعلا، لانه منين تمشي للمغرب انت كتبغي ديري الخاطر للناس اللي دايرين بك، وفي نفس الوقت تنحس باجهاد ما نكذبش عليكم تنفوج، ولكن تنحس براسي فاشيكا، يعني كاينين شي حوايج خصني نغيرهم، بحال مثلا خصني ضروري تكون معايا شي وحده اللي تعاونني، ضروري خصني نكون باش انا نلقى راحتي، حيت كيما قلت لكم ولادي ما تنبغيش نخليهم عندي ناس بزاف تنثق فيهم، ماشي زعما على الثقه لا،
على ولادي تنبغيهم حتى هما يعيشوا اللحظه، حيت داكشي تيبقى غير ذكريات. انا كنحماق شحال من وحده زعما تلاحظوها تتبغي تمشي شي بلاصه مثلا وهذا صافي تتخلي ولادها. انا ما نقدرش ولادي فين ما مشيت يمشيو معايا اختي، هذا هو اللي كاين. ف غير انا خصني شي حوايج نغيرهم، بحال ملي تمشي للمغرب باقي عندي شي اغلاط تنديرهم، يعني خصني نغيرهم باش نعطي لراسي راحه اكثر، لانني تنحس براسي ما نكذبش عليكم ملي تمشي للمغرب تيبقى الجهاد جري 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 حتى لعند مولشي. ولكن عاوتاني ما نكرش انني داك الجري اللي درتو عزيز عليا نوقف على حاجتي، وكانت حاجات لي مهمه بحال منها الاصلاحات ديال بحال مثلا الاصلاحات ديال بابا اللي تكلف بهم الله يجزيه بخير، بحال مثلا الجري ديال داكشي ديال تشري الفراش ديال الدار اللي كاين. الحمد لله المره الجايه نتمنوا خير، نتمنوا خير ان شاء الله في المره الجايه. المره الجايه امتى الله اعلم. غنجبد الحوايج نهار عرفتي قلت استغليت البلاصه حتى عيت ما نضيق في داكشي، بقيت باقي نحوج باقي نحوج الدراري وليو خاش عيما تضيقي، وليو خاش عيما تضيقي ما عرفت ما تصوري دابا. هاد السباس هذا الحوت باش يبقى ليا لاسباس في الاخر، هذا هو غندفعوه مع الباكاج. كاين لي كل بدايه نهايه، الحمد لله نهايه مزيانه. نرجع اختي لدويرتنا وتقبل عليك دارك، واخا معرفتش فين تمشي دارك تستر عارك، وان شاء الله فاش نوصل باذن الله نهضر لكم بزاف د الحوايج لي زعما نفسي انني ندوي لكم فيهم، نتقاسم معكم شنو جبنا معنا من لهيه. ايوا اختي راه تشوف فيا كنجمع، قال لي سمحي لي بزاف زعما ما عاونتك ما والو. قلت لي وراش انا فاش كنت مريضه نهار اللي كنت دايره لوبيراسيون على كرشي، على شكون يجمع داكشي راه نتايا. وبرت ساليت الحمد لله عرفتي تمسح ليا القلب مسيح مسيح الحمد لله. صافي دابا غنتعشاو هنا، وجدت الصاك ديالنا هذا اللي فيه الماتريال ديال الدراري، هذا الصاك ديجا مجموع ما حليتوش منين جينا. صافي هنايا هادو غنعمرهم، مازال كاينين شي حاجات في الثلاجه، الباليزه الاولى الباليزه الثانيه، وهنايا الصاك شوفوا شحال عامر. هاد الاخرانيين غير حطيتهم فوق شي فوق شي لانه صافي ما بقاش فين فين نزيد، قضية عمرها ستيل بصح. وهنا وجدت الحويجات ديال الدراري ديالي المسائل، عرفتي كيبان لكم داكشي ساهل عرفتي شحال ديال الحاجات لقيتهم. واو واو بلاكارات عرفتي، راه تنقول سالي تنحل بلاكار تلقى فيه الحوايج، تنحل هادي تلقى الصبابط. المهم دابا كلشي جمعته، ولكن كونترول ضروري في اخر لحظه تحت الفوتويات، بعض المرات تتزقل لك شي حاجه تلقى راسك تزقلات لك. نقلب كلشي دابا قبل ما نعس، الدراري غادي يدوشوا ان شاء الله قبل ما غينعسوا. جبت لهم تما حويجاتهم ديال قبل ما ينعسوا. واخا نحط العشاء ياك ها يلا انا البنات عديسه كنحليهم كاع، خديت العدس بقى الرز قبيله نتمر الرز البينه يا اختي البن عندهم غزال حتى هما صافي بالصالات ها. لا لا غيكون بصحتك عرفتي، تفقست شريت واحد العيبات بحال البسطيله، ماشي بسطيله بسطيله حاجه اخرى، السيل ديالها زعما بحال زعما بحال بسطيله معمره بموزاريلا ودجاج وفرماج. خديت جوجات خديتهم تقريبا واحد 200 ليره وما عطاوش ليا، واش ننسى ولا الله اعلم عاوتاني الانسان كيقدر ينسى. كي قلت دابا نخرج للتقلب الساعه لقيت 12 د الليل، فين بقى فين تخرجي دابا بقاو مسدو تيمشيهم، خديتهم زعما اكسبري الليل. وشوفي دابا خديت جوجات زعما درت وحده ليا وحده اللي بغاهم ياكل معايا. هاك بغيتي هضر شي سخون تاكد غير تاكد واش سخون. صباح الخير البنات، يلا طلع الصباح على اليومين عرفتي الجو زوين. باش تخرجي الدور شوفي الشمس كي دايره تبارك الله واو. المهم اليوم كما قلت لكم غنسافروا حتى للجوج، حتى للجوج ديال الليل عاد غنخرجوا من هنايا. باقي ارى العطي ما يعطي تشوف قصني هذاك مول الماحل شي بيتي كنحلم بها عرفتي، ما عرفتش مالي هاد الايام تاعو داك اللعيبه اللي قلت لكم عليها، فيها الفرماج فيها الموزاريلا فيها سميتو فيها الدجاج مخلط مريح في شي بيتي نحلم بها ما فهمتش مالي، حيت اش درتها في بالي فهمت وتشهيتها كنقول لي هادي هادي كنقول للعشاء راه غنتعشى بها هادشي اللي عطى الله. اختي راه غيمشي لهذا عند الطبيب باش غيحيد هذا باش نشوفوا النتيجه ديالو كي دايره.
كابوتشينو عاوتاني غادي تبلينا تبلينا. الدراري عندهم الزهر خصهم الحمد لله عندهم ام حالي لا يا حال وراق واش كندير لها شوف دابا غندوز الفارينيا الاولى تفدني الدراري لا لا اه انا دوشه شحال زوينه ديال بنتي الله 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 واش كاين محسن من التدويشه قولي ليا قولي ليا برافو فالين برافو فارين زوينه صافي البنات انا باش نقول لكم دابا غادي ندهلا شعرها باش ما يتنفخش ليها دابا البوكلاج تيقو بيا راه صعب من الشعر اللي مسرح في التصايب ديالو داكشي علاش كاين اللي تيسحب لي صافي شعر بوكلي راه جي وطلق لا راه خدمته خصك تخدميه باش يجي بوكلاج نقي ماشي مشعكك يعني ضروري خصو الخدمه دابا راه كيبان لكم بوكلي غنمشطو ليها بحدو فازك حيت لا تمشط وهو ناشف تيبقاش مبوكلي صافي غنمشطو ليها مزيان دابا مابغيتش نمشطو ليها في الحمام علاش لانه ديميلور ساله مبقاش قلت نمشطو ليها بالزيت باش ما نقردوش ليها وفي نفس الوقت ما نوعاتهاش الشاي وفالينا تبينين وفالينا تفنين ها شوكولات واه صافي دابا غنديروا لها شي بقى شاد لا شعر يلا باي ما عندنا ما عندو باس صايب قال دابا بحال هكا غير غاش وصل الدار شعل غدوش صحا ارين اجي هنا في الغادي تلفتي على القبله زيد اجي هنا اجي زيد يلا مسا جوجي تعال نفس الشيء يلا بلادي نزيدو لك تنحو شعر نزيدو لهم بارغان اولا بزيت ديال انا قلت لكم زيت ديال الشعر سيروم وزيت خليتهم الخشبه اختيار داكشي علاش اي شويه هذاك الحجام اخر مره ما طيبش لي شعره مزيان عشي شي طويل شي قصير اولاي لاما يا اختي يا اختي علاش لا تدويش فعلا تارك الله ساليت دوشت الوليدات حيت ما يمكنش انا ندوش عاد ندوش لهم غنعرق دوشت اريم شو نشف لي شعره وفاري نشف لها شعرها باختيار يلاه جا كان عنده كما قلت لكم كونترول على نيفو الحمد لله فك عليه هذا الشيء هذا لانه خلى كونترول حتى لاخر لحظه لانه جات مع راس العام ومع داكشي فكانوا الاطباء شادين العطله كلشي كان شاد عطله راكم عارفين يومين تتكون ديال العطله داكشي ايوا صافي دابا غدا نمشي اختي اول حاجه غنبدا بها حيت دابا خصنا نمشيو باش ناكلو باختي باقي وجهو متورم قال لي الا قدرتي تمشي تشري الماكله قلت لي صافي قال لي بغيتي تاكلي تشدي تاكلي زعما انت والدراري وجبي لي حقي زعما تستمتعي ما بقاش دافنا راسك معاه كلي لا لا نجي ناكلو انا من يومين ثلاث ايام ما نصبروش عاد باش غنمشي عند هذاك اللي تشهيت نقول ليه بعدا راه لي داكشي ديالي 200 ليره ما عرفتش شحال 180 عاد باش نتفاهم معاه على داكشي الاخر حيت انا ما بقاش فيا 180 ليره بقى فيا الماكله تشهيت عرفتي اللي تقيل معايا لا صوب ديال العدس ما عنديش معاه زعما بزاف كوجبه رئيسيه زعما نقدر ناكلها لا ما وهذاك تشهيتها انا كيبان ليا عرفتي كتجبد والمراه كطيب فيها قدام الحاله في فمور يوغين دايزين صافي قلت غناكلها هي اللي غتعشى بها انا نوزين ديالي فارين وفالينات شكلا شي قتلنا غير الجوع شي انا بعدا كلشي كتبغبغ بالجوع حسنا في الاوردر ديالنا وفالينات المهم جبنا التقضيه ديالتنا انتم البنات تخطينا نيت حيت الليل دابا والليل واش حاجه غندوي مع راه شحال خديت كلشي بقيت بغا نعاود نخرج عييت عمو مامي زوينه عطيني نهز ثقيل عليك عمو مامي هادشي ثقيل نفس الاكل ديال البارح عجبنا بزاف صراحه
ما طحناش على هاد البلاصه حتى لاخر لحظه. عرفتي حمقتني ديك المره اللي مشيت عندها اخر مره، عرفتي كتصيب وانت كتشوفي كتعجن في ديك العجينه، عرفتي فنا بقيت غير كنشوف فيها، ما جالسه كيحمقوني تيصيبوه بالجالسي بالجلوس ماشي بالواقفيه، هي مرتاحه وفي نفس الوقت خدامه ومستمتعه، اللي داخل واللي خارج شوف خدامه، والله الا زوينه خدمتها صراحه. وبيداش من بعد ما عطيت راسي الراحه نشفت شعري قديت المسائل ديالي تقديت قبيله حطيت غير راسي ما بغيتش يديني النعاس، خديت الفطيره سخنتها نتوما شكون بلات، حطيت عاوتاني نفس الشيء عاود سخنت الماكله عاودنا نفس الاعاده. شتو البنات عرفتي غزاله خديتها بالسبانخ وب بهذا بالسبانخ والموزاريلا، واو عرفتي رائعه، خديت منهم جوج وداك اللعيبه اخرى اللي قلت لكم على دايره بحال البيتزا ما عرفتش شنو تيقولوا لها، عندها واحد السميه عندهم داك الشيء بنين صح، هاد المعجنات عندهم واعرين داري. يلا كنت غنقول اش هي المسمن ديالنا ويبان لي الطريقه باش عجناتهم مختلفه، عاوت انا نقول صافي كيشبه المسمن تيقو بيا في المذاق شويه، غير حنا المسمن ديالنا مورق هذا ورقه وحده. المهم كبدات لكل نهايه لكل بدايه لها نهايه، وداع الوداع الوداع تركي والله ما سخيت قسما بالله، درا قلبي غيتحطم كان يلا كنبرد من بلاصه تنمشي لبلاصه اخرى. المهم سالات الرحله ديالتنا جمعنا حويجاتنا كنا عرفتي تعذبت مع جمع داكشي راسي مع وليفو دارو كما انا عقلت وكيفاش كنت فتحت ما كدرت والو ودار كلشي نوبتي هاد المره شوفوا هزوا صحابكم ويلا هو صافي جمعت الدنيا. انا عزيز عليا قبل ما نمشي السلام عليكم درت شي هنا قبل ما نمشي زعليا نجمع الدنيا نتوما الميكات مسح الطبله جمعت الدنيا قديت المسائل لانه ما تنبغيش نخلي زبالتي ورايا ما مطرفتو واخا كاين اللي كيقول لك راه كاينه السيده اللي شدوا هي راه بشر تجي تقار روينه تسخط الله ما خلاها تجي تلقى داكشي غير دير داكشي اللي عليها صافي زعما قبل ما كيدخل الواحد ضروري يعاودوا تدش فيها وداكشي صافي دابا غنتحركوا غنشوفوا معايا البنات وماما باليزات ديالنا ساكنه المسائل ديالنا ما تقولش راني عيشه اري ها انت هاو جوان ان هي اوكي وين هذا مسكينه داك المره اللي تنظف عطاتو الاري سو يوز ان سترينغ نايس ساعه تشير الى الثانيه ليلا لا وحده ونصف حيت جوج دايرين مع الشيفور غيجي شي يلا يلا حيت ما جاش اخر لحظه تمي خارجه تخرجي مع بكري ديما تخرجي قبل الوقت ترى بحال راحلين طويل يا كارتي ابي شوي شوي على نيفك شوي على نيفك وداع شوفوا انا شنو لبست اليوم وريتكم في الاوتفيت يا سلام المهم خدينا كلشي دفعنا عطيناهم لي كارت دابا كنتسناو في ترونسبور يجي السائق لحظات الوداع مع التركية شوف الجو كيداير بالليل يلا 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 هاي والله ما سخيت اقسم بالله عرفتي تركيا راه عالم بوحدو عاوتاني ولافة That's a big man يلا صافي شكرا لنيو دادي اول دون الحمد لله طلعنا صافي ديال الراحه باي 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 ماي روسان اي لاف يو الدراري مساكن عياو شوفوا انتم نعسوا مع الليل دابا راه جونس مع الثلاثة الله شحال الساعه باختيار شحال الساعه والتايمز اقرب ثلاثة ايوا راه مساكن عياو عارين عيشي شي الدراري عياو مساكن حنا دابا في المطار كل مشكله دايرين هاد لي ماشين انا تنكرههم تسكاني راسك تخيلوا معايا سكانينا وما سكانيناش شحال من باليزا عندنا شو لا تسكاني سيلف تشيك ان كديري راسك يس والله ملوكي فايت اكزاكتلي صافي دابا ندفعو غير الباكاج
يلا باري نزلي ماما، نزل ماما باري استحلاش. يلا يلا غندفع الباكاج، خلينا غير هاد جوج سيكلات. ولي على نو نزلي يلا كومون. صافي هادو اختيار قوي اختيار بو اخيرا كندوز من هاد المرحله. كما تنقولها لكم ديما تنرتاح. الله دابا نشرو لينا شي ميها بسكيت الوليدات عواصير حيتاش عندنا طريق هي الحبيبه. سبحان الله العظيم ما نعش حتى القهوه عاوناتني، شربت قهوه بحليب نوبه اختيار عطاتني شي سخناتني. فهمتي فارين مسكينه شحال بدات عيات مع مسكينه كانت ناعسه في الطوموبيل بغاش تسكت حتى شحال بكات. واه واش اللي هزني مكرهش شي حد يشنق عليا من كتافي انا والدراري وراه باختيار ونمشيو نلقاو راسنا وصلنا لبريطانيا. اختيار استنى كسيري يا هاتي بس بس لا دابا غير بالصاف جورجي شي بغيت امتى نطلع عرفتي بدا كيدخلني العيا شتي اش دارت فريم في البكا راه ميمكنش نمشي نمشي صافي سكتات جينا صافي دابا يلاه تحلات لقيت هادي ليها. السلام عليكم السيب اختيار شفنا غدا بنو راه يتمشى قالك انا بغيت الدوره الدمويه الظهر. هادشي عجبني الحال انهم ما نعسوش مزيان باش يلاه ينعسوا ليا في الطياره حيت هادشي راه غيدوزو عليا الا ما الا نعسوا ليا دابا. واش اختي الناس انا راه تنعس انا نعاسي خفيف طريق الناس. واخيرا والله الا غنفتاق تركيا قسما بالله ربي على شي الكبده جاتني البكا نكذب عليكم قلبي طاب انا شي طاب الله يجعل البركه. يلا جوج يلا 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 اري يلا ما دازوني تريسيت شوفوا من دم بدا فيه الحبوب عرفتي شنو قلت لي حنا مرضيين حنا ما جابتش دابا واحد السيده كانت جالسه حدايا راجل ولد النور اختي زدولها قال لها الا ما جاش مولاها تمسح لها راجلك وولدك تبقى شي نايضه حدايا من حدايا باش ما دارش حدا شي واحد يعني عندنا جوج بلايص خاوي. هيا فارين هنايا فاهمه قالت لي انا بلاصه خاوي مليح بلاصه مليح خاوي يعني دابا انا نمشي نجلس هنا واختي هو يجلس من راس باش الدراري تصرف هاي نبتي لما جيتي شي حاجه باقي دابا ما سدوش الباب ونحكم حسب القضيه سد الباب باش نقول لكم صافي. ايوا خلي عليك الدراري Acil çıkış oturan yolcularımız tüm eşyalarını bus dolaplarına yerleştirmeden emin olun.
Lütfen iniş için dizüstü bilgisayarlarınızı kapatıp kaldırın. Koltuklarınızı... فاري شحال بكاش اوف صافي وصلنا دابا ناخذ غير الباكاج ديالنا وغنتحرك واو اصلا قهرات الفاري راه بقى انا تشوتو كذا تشوتو كذا او فايند 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 ريدي اي فايند ها صافي فاري وانا ري فاري صافي هنا البنات من مطار لندن رجعتنا هذا من عائلة باختيار صافي وهزنا طاكسي هو اصلا خدمتو طاكسي غايب لكم من بعد اللوغو ديال الطاكسي صافي هنايا البنات هذه التقد ديالي تقضيتها قبل ما نركبو في الطيارة لانني عرفت انه شنو غيحطوا لينا يعني الدراري غيتقهروا بالجوج خديت لهم داكشي كيكات خديت لهم عواصير وخلطت لهم القضيه عرفتي غير هادشي البلان تقريبا نقولوا واحد 70 اورو ودابا كيديروا واحد البلان انه ملي تدخل ما كيخليوكش دوزي داكشي خاصك ضروري تشري من وسط المطار يعني ما يمكنش تدي معاك شي حاجه من برا باش ضروري داك المولي المحلات يبيعوا باش يجيب من برا داك المحلات غيدير واخيرا وصلنا عرفتوا البنات واحد التعب واحد الارهاق عشي الدار ولات كتجوي ليا بحال الذهب يلا وصلنا يلا نزل سيكير شوي سيكير شوي اري اري اها بيهايند يو اخيرا البنات وصلنا مشينا في الطاكسي اختي ما قدينا على تماره هذا من لافامي ديالو ولكن تنعاود لكم الله يا الحبيبة الله يا الكبيدة ما عرفتش واحد العيا واحد العيا ها يو ميس ماي كا ريلي اسمي اسمي الهضرة كارين ميشيكا يمس ايه يو اي مس ماي داد كار قلت لكم بالبطا هذا راه قلت لكم كيجي ولد عمو ولد ولد وقال ولد 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 عمو صافي ولي جابنا ولكن خلصنا عرفتي راه طريق وداك الشيء انه الاحسن الطاكسي حيت واش كان عندنا حاليا بلاص عرفتي فيه واحد العيا طاكسي من المطار من المطار للمحطة ديال لندن عاباش عاوتاني تشدي تران عاباش تشدي طاكسي اخر من تران للدار عندك خشي بزاف صافي قال لي من الاحسن قال لي اش بان لك ناخذ طاكسي قلت له احسن حيت الطاكسي كيطلع غالي عاوتاني عرفتي شحال طاكسي بحال تقولوا 8000 درهم مغربيه يعني اللي غادي يجي يديك حيت دابا كلشي طلع في الثمن كلشي طلع هذا بشحال حسب ليه هذا ولد عمو حسب ليه بحال تقولوا 5000 درهم يعني نقص عليه كيف انا فاضا كلشي بالفلوس المهم ها علاش البنات ماما دا تشينج بلانكيت شكون هما يتشينج الجنون انا اللي بدلتها قبل ما نمشي انا انا يا اختي لبسنا بيجامات انا وبنتي فالين فالينات زوينات ناكلو ميميات يلا وصلت الماكله دابا شي بزز باش تلقى بلاصه الماكله حيت ما كيبداوش بكري دابا وصلنا مع داك 12 ونص دابا الوحده
التنين. ويلي 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 عشان اللي داروا الحار قفروها. هذا ش... سبايسي او كاتشوب؟ اريسي كاتشوب. كاتشوب اري؟ يا ريس كاتشوب. تحد ما قال لهم اختي كاتشوب وداروا لينا ماشي مشكل صافي كلها باختي رجعوا. ماما حجر ناكلوا انا في هذا الوقت. ماما ماما قالت لي ذا ميكس ويز سبايسي اند كاتشوب. فوتشي فوتشي نو 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 ذا ميكس ويز دام. كبيداش ناكلوا نعمروا الخنيشه اللي معاكم. ماما باري اختي باش تشوفي ما كاين حتى شي سبب. This is, I'm gonna make a mess. يلا شوف حيدها يصحي توأم. توأم روحي توأم روحي يلا حيدي حيدي توأم روحي.